للمزيد حول انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين وارتكابها مجزرة جديدة في الناصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. لماذا برأيك تصر السلطات الحكومية في العراق على اختيار محافظ ذي قار الجديد عبد الغني الأسدي المحسوب على الأحزاب الفاسدة بدلا من الاستماع إلى صوت الشارع المنتفض؟ نعم، شكرا لكم. يعني منذ متى هم استمعوا للشارع العراقي؟ تعلم أنه منذ مظاهرات يعني تشرين أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم هنالك مطالب واضحة للجماهير الشبابية العراقية، ولا أحد يسمع لهم. كل ما في الأمر تم يعني احتواء بعض بين هلالين القيادات الشبابية، وتم إدخالهم في بعض التجمعات، منهم من أعطي منصبا ما، ومنهم من تم ترتيب له يعني إعطائه وعود بمنصب معين، وعليه يبدو أن الحكومة يعني هي سائرة على ذات النهج الذي سارت عليه حكومة عادل عبد المهدي. يعني هي لا تسمع لمطالب الجماهير، ولو أنهم التزموا طريق الحكمة وطريق العقل واستجابوا لبعض تلك المطالب، أعتقد أن الأمور ربما لم تصل ولن تصل إلى هذا الحد من المظاهرات المستمرة. وعليه ما نراه هو أمر طبيعي بسبب تجاهل الحكومة لعموم المطالب التي خرج المتظاهرون من أجلها، وليس فقط قضية المحافظ الحالي أو الأسدي. وعليه قضية الأسدي، الرجل اليوم كما تعلم أنه اعتذر عن القضية لأنه يفهم اللعبة جيدا، ويفهم أنه سيرفض، وأن القتلى الذين سيقعون في الناصرية وهذا أمر متوقع سيكونون في رقبته، وبالتالي اعتذر هذا اليوم عن المهمة التي أوكلت إليه. هم يعلمون جيدا حقيقة ما يجري في عموم العراق وحقيقة ما يجري الآن في الناصرية. طيب، هو ولكن دكتور جاسم، يعني هو لم يعتذر حقيقة، هذا البيان اتضح أنه مزور، ولكن هنا السؤال، لماذا الرئيس الحكومة في واد والمتظاهرين في واد آخر؟ أيهما الأغلى؟ يعني عند الحكومات المتعاقبة في العراق، الدم العراقي أغلى أم المناصب؟ وهم يعرفون جيدا أن المتظاهرين والشعب ككل يرفض الأحزاب ومن تنصبه الأحزاب. لو كان للدم العراقي قيمة لما ساهم الكثير من هؤلاء في يعني إيصال معلومات كاذبة للولايات المتحدة في مرحلة ما قبل عام 2003. وفي مثل هذه الأيام تقريبا يعني كولين باول وزير خارجية أمريكا عرض أمام المجتمع الدولي أدلة كاذبة ومزيفة قدمتها بعض القوى المحسوبة على المعارضة العراقية، وهم الذين اليوم غالبيتهم يمسكون الحكم. وعليه هم لا يأبهون لقضية الدم العراقي. الدم العراقي اليوم هو أرخص من النفط، أرخص من حتى قنينة الماء، وعليه القضية بحاجة إلى يعني رجال يعرفون قيمة الإنسان، يمتلكون ذرة من الضمير، ذرة من الرجولة، وبها يمكن أن ينطلقوا ويحافظوا على دماء العراقيين. اليوم يعني تخيل معي، هنالك قوة يوم أمس وقبله ومع استمرار قتل بالمتظاهرين في الناصرية، نجدهم يجتمعون ويؤكدون على ضرورة المضي في الانتخابات القادمة، ولا يشيروا ولو إشارة بسيطة عدا ائتلاف النصر، وأعتقد بيان من مكتب أياد علاوي، عدا هؤلاء لم يصدر أي بيان يؤكد على ضرورة حفظ الدم في الناصرية. الغالبية العظمى من السياسيين منشغلون في الانتخابات القادمة، ولا يعنيهم ما يجري سواء قتل 20 أو 100 أو 200. القضية لا تعنيهم، كل ما يعنيهم هو كيفية ترتيب الأوراق للانتخابات المرتقبة، والتي أعتقد أنها ستؤجل
لموعدها يعني المقرر في عام 2022. ألا ترى دكتور جاسم أن هناك تغيرا ربما تطورا إن صح التعبير في توجهات الشباب في طبيعة في إرادتهم في إصرارهم على تحقيق التغيير؟ قمع التظاهرات الناصرية أدى إلى توسيع دائرة التظاهرات، يعني لا سيما فقط يعني ليس فقط في الناصرية، خرجت واتسعت اتسع نطاق التظاهرات ليشمل عدة محافظات من بينها كربلاء. الأحزاب دائما ما كانت تعول على يعني على أمر ما على فئة معينة، ولكن هذه الثورة المتظاهرون كسروا كل الحواجز وكسروا كل ما بنته الأحزاب نصرة لقضيتهم. إلى أي نقطة ممكن أن تصل الأمور دكتور جاسم من وجهة نظرك؟ يعني الكلام الذي تفضلت به صحيح، هنالك وعي شبابي، هنالك مظاهرات شبابية مستمرة منذ أكتوبر وحتى اليوم، على الرغم من القمع، على الرغم من الاغتيالات، على الرغم من الاختطاف، على الرغم من الترهيب الكبير الذي مارسته الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، لكنني أخشى من نقطة واحدة، وهي أن هنالك ربما، وهذا الأمر أنا يعني لا أستبعده، وقد هنالك بعض الدلائل عليه، هنالك صراع سياسي اليوم في الشارع الشيعي، ربما هنالك بعض الأطراف السياسية الشيعية المالكة للسلاح والمال وحتى القرار، وهم جزء من العملية السياسية، يسعون اليوم لخلط الأوراق على أطراف أخرى داخل البيت الشيعي. هم يعني مختلفون بينهم، وبالتالي ربما أدخلوا بعض الأطراف التابعة لهم لخلط الأوراق من أجل ضرب يعني قوة شيعية أخرى لإضعافهم للانتخابات المقبلة. أنا أعتقد يفترض بشباب الناصرية أن يعوا أن ليس كل من يقف معهم وربما يدعوهم إلى الإحراق المباني وإلى العبث بالأموال العامة هو من الصادقين. يفترض أن تكون هنالك لجان تنقية داخل المظاهرات لعدم حرف المظاهرات عن طريقها الحقيقي. نحن نريد مظاهرات تغييرية شاملة في العراق، ويفترض بهذه المظاهرات أن تبتعد عن أسلوب الحرق والتدمير للمنشآت العامة، لأنها ملك للعراقيين وليس ملكا لهذا الحزب أو ذاك، وربما تكون ذريعة للقوى الأمنية لضربهم بالنيران، ونحن نريد أن نوقف هذه الذريعة، وبالتالي علينا أن نبقى على طريق السلمية من أجل تحقيق الأهداف. دكتور جاسم، ولكن البعض يتساءل يقول طبعا تستمر الميليشيات بقتل المتظاهرين، من الذي حاسبهم؟ يعني حكومة والحكومة يعني تقوم الميليشيات والقوات الحكومية بقتل المتظاهرين بدم بارد، وأصبح الأمر يعني لا يسر، أصبح للعلن، العالم كله يتابع. منظمة العفو الدولية تقول سياسة الإفلات من العقاب هي التي شجعت الميليشيات ومن قام بقتل المتظاهرين في العراق على الاستمرار بذلك. يعني هل ستبقى يعني يبقى العراق يعني محصورا في دائرة الإفلات من العقاب، لا وجود لقضاء، لا وجود لمحاسبة أو مساءلة؟ من الذي سيقتص لهؤلاء المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بحقوقهم؟ يعني أنا أعتقد أن القضاء في العراق سيقول كلمته في يوم من الأيام. تعرف اليوم الحالة في العراق هي حالة ليست طبيعية، هي حالة شاذة، وعليه ربما هنالك، ليس ربما، مؤكد هنالك الكثير من المسؤولين عن جرائم بما فيهم جميل الشمري القائد السابق للناصرية، اليوم هو عاد إلى وزارة الدفاع على الرغم من أنه اتهم صراحة بالقتل وعليه مذكرة قبض. واليوم نقول أن الحالة السلبية الموجودة في العراق وحالة الفوضى يمكن أن تخلط أوراق، لكن هذا الأمر لا يستمر إلى نهاية المطاف، يجب أو سيكون في يوم ما خلاص من هذه الحالة. الأمر بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى مزيد من العقلانية والابتعاد عن يعني أسلوب المواجهة الدموية مع القوى المالكة للسلاح حتى لا نعطيهم ذريعة لضرب المتظاهرين. هؤلاء لا يخافون الله ولا يخافون من القانون، وبالتالي من يعطيهم الذريعة للقتل ربما يجعل بعض المنظمات الدولية يعني لا تلقي الضوء على المشهد العراقي. نحن نريد
أن ندعم هؤلاء بأساليب قانونية وإعلامية، وعليهم أن يبتعدوا عن قضية يعني حرق بالأمس صار حرق لمحافظة بعض أجزاء من محافظة ذي قار، وهذا الأمر حقيقة غير مقبول. يفترض بالمتظاهرين أن يرفضوا هذه الممارسات وأن يحافظوا على السلمية، لأنهم اليوم هم المسيطرون فعلا على الشارع العراقي. حينما يذهبون إلى حرق المقار العامة، هذا يعطي ذريعة للقوى الشريرة أن تستهدفهم، وهذا الأمر سيزيد من تضحيات شبابنا، وهذه خسارة كبيرة للعراق والعراقيين. نحن نريد أن نحافظ على شباب العراق، وفي ذات الوقت نريد أن تستمر المظاهرات السلمية الرافضة للحالة الخربة الموجودة في العراق. طيب دكتور جاسم، هل تتوقع أن تكون يعني مصير حكومة مصطفى الكاظمي كغيرها من الحكومات التي سبقته أيضا سوف تقدم استقالتها، وبالتالي تفرز حكومة أخرى من نفس الجهة وتستمر عمليات القتل وعمليات الانتهاكات، ومن ثم تدين المنظمات الدولية عمليات القتل وهلم جرى؟ أنا أعتقد أنه إذا فشلت زيارة البابا المرتقبة إلى العراق، ربما تصب القوى الحاكمة جام غضبها على مصطفى الكاظمي، وربما سيتم تغييره ثم الذهاب إلى حكومة مؤقتة، ونذهب إلى 4 سنوات دون الذهاب إلى الانتخابات حتى في عام 2022. يعني هذا الأمر وارد، لكن حتى الآن لا توجد دلائل تشير إلى قرب تغيير حكومة الكاظمي حتى الساعة. يعني هو ينفذ ما يريدون هم، يعني وأقصد هنا القوى المالكة للسلاح والقوى السياسية الكبرى بما فيهم دولة قانون وبدر والتيار الصدري وغيرهم، هؤلاء هم المسيطرون الفعليون على الدولة العراقية، ويبقى الكاظمي مجرد هيكل موجود على رأس الهرم لا يستطيع أن يحرك، في الغالب لا يستطيع أن يحرك الساكن أو يسكن المتحرك، هو لا يملك الكثير من القرارات، وعليه ربما تم رفض الأسدي من أطراف أخرى وأراد أن يبين أنه مرفوض من الجماهير واعتذر عن الأمر. أنا يعني أرجح هذا الأمر، ربما وصلته رسالة من أطراف فاعلة في العملية السياسية أكدت له أنه سيرفض، وأن بعض المتظاهرين المحسوبين على تلك الأطراف ربما سيتهمونه بالقتل وغير ذلك. فالرجل بحكم خبرته ذهب إلى عدم قبول المنصب الجديد. أعتقد أن الكاظمي اليوم في موقف المتابع فقط، ولا يملك أي قدرة على تغيير كثير من الأمور الجارية في الجنوب أو غير الجنوب. اللي نرى مثلا المؤثرات الدولية، يعني ما يجري الآن فيما يخص الشأن العراقي، زيارة بابا الفاتيكان، كما هو معلوم أن هذه الزيارة ربما تحمل يعني قيما معينة، كأن تكون قيم السلام أو قيم أخلاقية معينة. من وجهة نظركم يعني هذه الزيارة كيف قرأتها في هذا التوقيت؟ يعني هو الزيارة يعني قبل أكثر من يعني كان في السابق أيضا موعد سابق لهذه الزيارة، ربما قبل عدة سنوات أيضا، وألغيت وقيل أنهم سيحددون موعدا آخر، واليوم تم تحديد الأمر أعتقد في مارس القادم. لكن إن بقيت هذه المظاهرات، وكما تعلم أنه أور التي من المقرر أن يزورها ضمن برنامج الزيارة إلى العراق، وهي أور تقع في جنوب مدينة الناصرية 17 كيلو، هذه المدينة يمكن أن يزورها دون أن يمر على الناصرية. لكن السؤال، هل يليق بالبابا أن يزور مدينة أور وهنالك جماهير عراقية تقمع في مدينة الناصرية على بعد 17 كيلو؟ أعتقد حينها البابا لن يوافق على المجيء، وهذا هو الموقف الحرج الذي فيه حكومة بغداد اليوم. أحد المتظاهرين قال اجتمعنا مع المحافظ الوائلي وقال لنا نريد منكم فقط تهدئة الأمور لحين انتهاء زيارة البابا إلى الناصرية. إذن هم لا يعنيهم يعني استمرار نزيف الدم العراقي، وإنما الذي يعنيهم أنهم يظهرون بمظهر الدولة أمام دول العالم. وبالتالي أنا يعني أرجح
أن زيارة البابا ربما سيتم تأجيلها إلى موعد آخر، ولن تتحقق هذه الزيارة إن بقيت المظاهرات، وأتصور أنها باقية لأنها اليوم أخذت عمقا عشائريا، وربما هذا العمق العشائري سيؤزم يعني القضية، وربما سيقود إلى مواجهات بين بعض الأطراف الفاعلة في البيت الشيعي والتي تريد أن تسيطر على جنوب العراق. يعني لربما يعجب البعض من أخذ تظاهرات عمقا عشائريا، مع أن العراق هو بالعمق العشائري، كل من يقتل هو من عشيرة في العراق في الجنوب، مشهود لهم طبعا بأسهم، ومشهود لهم يعني إصرارهم على الحق وإصرارهم على تحقيق مطالبهم. من وجهة نظرك دكتور جاسم، يعني الولايات المتحدة هي أيقونة الديمقراطية في العراق بحسب ما يجري في العراق الآن من تداعيات ما بعد احتلال العراق، كيف ترى وهي تنظر إلى نتاج احتلالها ونتاج عمليتها السياسية؟ متظاهرون يعني شباب بعمر من فئة ربما ولدوا يعني حتى يعني قبل يعني بعد احتلال العراق، يعني كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي مما يجري في العراق؟ هل هو موقف المتفرج؟ هل هو موقف المشارك والمتضامن مع عمليات قتل المتظاهرين السلميين؟ يعني نحن سبق وأن ذكرت مرارا أن الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية وقانونية عما جرى ويجري في العراق، وبالتالي يعني أكدنا أنه من الحلول المفترضة في العراق هو منها التدخل الأمريكي لإعادة ترتيب الأوراق في المشهد العراقي. لا يمكن أن يعني يبقى الموقف الأمريكي هو موقف المتفرج على الذين سلمتهم، وأنا أقصد هنا غالبيتهم وليس جميعهم، سلمتهم زمام الحكم في العراق. هم فشلوا في قيادة الدولة العراقية على الرغم من وجود الإمكانيات الهائلة المادية والدعم الدولي والإقليمي، وبالتالي أثبتت التجربة أنهم لم ينجحوا في بناء الدولة العراقية، ولم ينجحوا حتى في إقناع الشباب الذين ولدوا بعد عام 2003 على أنهم ضمن دولة تحميهم وتحافظ على حقوقهم. هذه قضية كبيرة وهذه إشكالية كبرى. وتعقيبا على كلامي أن القضية أخذت بعدا عشائريا، تعلم جنابك أن هنالك بعض الشباب المتظاهرين من عوائل أو عشائر متنفذة في الجنوب، وبالأمس كان هنالك لأحد يعني محاولة اغتيال لأحد أبناء يعني عشيرة الخيون، وهذا هو يعني الكلام الذي قصدته، أنهم ربما يعني يريدون خلط الأوراق عبر هذا الباب، هم يريدون فتنة في الجنوب. وأعتقد أن الأهالي في الجنوب من عشائر كريمة واعون جدا لهذه الفتنة، ولا أعتقد أنهم سينجرفون إلى مواجهات عشائرية، لكن أتوقع أن المواجهات الميليشياوية في الجنوب قريبة جدا. شكرا لك، شكرا جزيلا. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري.